استاذة نهائي. اجازة الابوة. نفس ما هوش له علاقة. اللي لفت ده يعني انا لفت نظري حاجة صغيرة عايزة اسألك انت شخصيا فيها. أيوه. واحد ان رئيس المجلس قال ده اقتراح راقي جدا وعظيم. أيوه. والحكومة قالت ممكن نأجله ونتناقش عليه ونصوت عليه في جلسة تانية. لكن الاعضاء رفضوا وصوتوا بالرفض. ففكرة ان رغم ان كان في فرصة لان هم يتناقشوا فيه. والاعضاء دول نفسهم. رجالة وابهات. رجالة. ليل نهار يقول لك انا مش عارف اشوف عيالي، انا محروم منهم في الرؤيه، انا محروم منهم في... يا اخوانا مشروع قانون بيبني علاقه بين الاب واولاده، وهم كمان كانوا اباء يعني، او اذا ما كانوا ما هو حبيبتي يعني. ما كانوش اباء، هم كانوا بيقعدوا على القهوه يعني. الاباء والجدود اللي موجودين واللي رفضوا دول ما لهمش علاقه بالاباء، هم ما كان اي تي ام يعني. في برضو منظورين لدور الاب في حياه ولاده، ان هو محفظه في جيب السياله بتاع الجلابيه او ما كانت اي تي ام لبتوع الحضر يعني، يدي يشتغل ليل نهار ويدفع الدم ويجيب فلوس. ده مش علاقه ومش دور ومش تربيه. طبعا حرمنا ماشي. طبعا ان انا احضن ابني وهو طبعًا. صغير كتير واقعد معاه واشوف هو بيكبر قدام عيني. انا عايزه اقول لك على حاجه، في علم كده ليه علاقه بالتربيه بيقول لك ان اهم ايام في حياه الطفل هي الالف يوم الاولى. ماشي. وان الطفل اول ما بيتولد احنا عندنا حاجه عاده جميله قوي، اننا لما بناخد الطفل بناخده يدوه لابوه يكبر في ودنه، او لو مسيحي يقول له تراتيل وكده. طلعت القصه دي احنا بنعملها الله وكده في منتهى الاهميه، بس نزودها بحاجه اسمها من الجلد للجلد، ان الاب بقى مش يحط في ودن العيل ويبقى مكلفه بهدوم، ده يستلم الطفل ويحطه على صدره. لازم الطفل يلمس صدر ابوه، مش بس يحس بالنبض الجلد يعني. مثلا لو لابس قميص افتح زرارين عشان لازم يحس بجلد ابوه. بيقول لك دي ابني كبر لو رحت شلته دلوقتي تنفع يا حبيبي ربنا يحميه. فبيقول لك دي نقله رهيبه في الافرازات اللي بتطلع في المخ في الوقت ده في علاقه الطفل بابوه، وان هو يفضل على قرب من ابنه بتلامس الجلد للجلد ده في الفتره الاولى في حياته. دي مهمه قوي، عشان كده الناس تقعد تتريق على فكره ايه، ان انت تراعي اولادك او تغير لهم او تدلعهم او تلعب معاهم او بتاع. في حمله كبيره ثقافتنا منعه ده ثقافتنا منعه ده، لدرجه ان انا عندي قرايب اللي درسوا تربيه بجد امهاتهم كانت تمنع ابنها انه يعمل كده مع ابنه ولا بنته المولود. انت هتغير له وانا موجود، مراته تعبانه مثلا، انت هتغير له وانا موجود. الرجاله نفسهم بيتريقوا على بعض في دي، بيتريقوا. ما تروح تجهز له الرضع يا اخويا، ما هو في البرلمان قال لك هندي للراجل اجازه ليه، هو هيعمل مغات. لا يا خفيف الظل مش هيعمل مغات، هو هياخد، هو هيبقى اب بجد. طيب النظريه دي في العالم كلها اتطبقت يعني، في دول كتيره بتدي للاب شهر ونص يعني، اذا تدي للاجازه الامومه هي اجازه الوضع، احنا بعد اسبوع بنقوم زي العفاريت ونعدي الهون والسبع لفات والكلام ده. فالستات مش محتاجه اسبوع ولا اسبوعين اكتر من كده ويزيح ربنا. ليه بناخد 14 ده لاسباب الريكفري بتاع الست نفسها. طيب بلاد كتيره قسمت الاجازه بتاعت رعايه الطفل دي شهرين شهرين او شهر ونص شهر ونص للاب والام، اللي الاب والام زي ماشي. ايه زي هتلاقي فنلندا، زي هتلاقي دول الاسكندنافيه كلها. طيب عندنا في الدول العربيه عملوا حاجه لطيفه قوي، هنشوف السعوديه بتدي 3 ايام مدفوعه الراتب للاب، دي اجازه الابوه اللي بنتكلم عليها في مصر. في الاردن بندي 3 ايام بتدي برضو، الامارات 5 ايام من تاريخ الولادة الطفل وحتى اكتماله 6 أشهر. يعني ايه 5 أيام خلال 6 أشهر؟ لا 5 أيام خدهم على بعضهم في الوقت اللي انت تقرر من اول ما يتولد. السعودية بتقولك لا 3 أيام اول ما يتولد تقعد جنب المدام تتبسط بالبيبي بتاع. الاردن 3، الجزائر 2 أسبوع. ما شاء الله. لبنان 3 أيام، المغرب 3 أيام، البحرين 1 يوم. اللي هو يروح مع المدام تولد ويرجع. مش كده؟ فدي أجازة الأبوة في الدول العربية. فرنسا بقى عملوا حاجة لطيفة قوي، إدوا للأبهات 15 يوم. فكانت الأبهات مش مقتنعة، لما خدوا الأجازة فعلا رجعوا يتخانقوا على إنه 15 يوم ما كفتش. لما لعبوا مع الأطفال وبنوا علاقة بينهم وبين ولادهم واكتشفوا مشاعر أخرى للأبوة صحيح. كانت محجوبة عنهم، راجعين دلوقتي بيعملوا حملة تاني انهم عايزين يخلوها شهر مش 15 يوم. في كلام
كتير جدا في علم التربية بيقولك الطفل محتاج أبوه في الألف يوم الأولى في عمره بشكل كبير جدا، لأنه بيأثر على تكوين الخلايا العصبية في مخه وبيديله حالة من الأمان والاستقرار النفسي. احنا عندنا ما شاء الله برلمان فل، شايف ان الرجاله شغلانتهم يا يصرفوا على العيال يا يقعدوا يعملوا. البرلمان كله انت عارفه هي تصويت، بتبقى في نسبه كده ونسبه كده، وآراء البرلمان البرلمان بيمثلنا. مشكله وعي ولا مشكله ثقافه ولا مشكله ان زي ما قال خيري الموضوع ان بيتهرج على عليه. وهي بصي انا بقى عندي مشكله بجد مع عدد كبير من البرلمانيين انه ما بيرجعوش. هو القانون كان في مجلس الشيوخ مش في البرلمان. ما هو ده اسمه البرلمان بغرفتين. فبقى عندي مشكله الحقيقه، لان انا بشوف كتير من مشروعات القوانين وراها افكار حلوه ونوايا طيبه، بس ما بيرجعوش للمختصين، لا اللي مقدم المشروع ولا اللي بيناقش. طب ما عندنا فرصه، ما هو رايح مجلس النواب. بالظبط. فنستطيع ان احنا نطالب الساده الاعضاء مجلس النواب انهم يدوا وقت لمناقشه ده. لا، يرجعوا لوزاره التضامن، عندها برنامج اسمه الالف يوم الاولى في عمر الطفل. بيتكلم على الموضوع ده وبيساعد كتير من الأبهات الشباب، وتبنى في برنامج مودة بتاعه ده اللي مع الشباب ان يعلم الأبهات ان مفهوم الأبوة مش انك تبقى محفظة في جيب السيالة، مفهوم الأبوة ان حضرتك تبقى قريب من ابنك او بنتك. السيالة دي جبتها منين؟ ده قديمة قوي. جدي هو لسه في سيالة انا دلوقتي. جدي تاجر مواشي على فكرة، انت فاكرني مثلا قاهرية ابا عن جد؟ لا 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 لا، انا من طب ما هو احنا عندنا كرجال مفهوم عن دور الابوه ده، الابوه ان تكون حاسم والمراه تهدد بيك وتقول له طب لما يجي بابا ويصبح بابا هو البابا وانا عايزك توزن معايا، العيال ما بيخافوش مني وتحول انا الى مصدر للفلوس ومصدر للتهديد. فكره بناء علاقه بين الاب والابن دي ثقافه غائبه جدا. فكره الحضن بين الاب والبنت تحديدا دي بتفرق في شخصية البنات جداً من صغرهم لحد آخر جداً يوم. بتديها ثقة في نفسها. صحيح. بتديها إحساس بالأمان، مفهوم السند والظهر. يعني هو الحقيقة إحنا في مفاهيم كتيرة جداً بتظلم الرجال وبتحرمهم من نعم كبيرة في الحياة. عشان كده في أول حلقة وأنا بقولك وزارته ما ينفعش تتساووا بيه ده. لا، الرجالة محرومين من نعم كتيرة. التعامل مع الراجل على إنه شغلانته في الحياة إنه هو مكنة أو ترس في المكنة او محفظه في جيب السياله اللي مش عاجباك دي، ده عجباني جدا. ابويا كان عنده سياله. ايوه، ده في منتهى الظلم. لكن هنا احنا بندي فرصه للابهات في مشروع القانون ده، مش احنا مش انا اللي مقدمه، بس فكرته انه بيدي فرصه للابهات انهم يشعروا يعني ايه اب، وانه يبقى قريب من الطفل، شويه بطفل مش هيتكرر العمر ده فيه تاني. انما مشكله اللي هم رفضوا هو بقى اللي بيزحلق المدام على بيت ابوها عشان تولد، او انه يروح ينام في اوضه تانية علشان العيل ما يوقوقلوش. فاحنا بنقول له لا، جرب انك تنام جنب العيل يوقوق، هتكتشف انك بقيت انسان مختلف. هتبقى حاجه حلوه يعني. شفتوا بقى، اي ورؤيه اخرى للموضوع التاني كمان. هي اشياء بسيطه يمكن مرتبطه بثقافتنا وبدرجه وعينا بحاجات مهمه ممكن تاثر في حياتنا بالإجابة على فكره. يعني كل ما تتناقش بشكل هادي كل ما هيبقى حياتك اهدى، كل ما هتحب ابنك اكتر وتقرب له، كل ما هيبقى حياتك فيها متعه اكبر. يعني احنا بنشكرك طبعا على الطرح في الاثنين، يعني وجهات نظر خاصه جدا. انا بقى مع الرجاله. أيوة. خدوا الاسبوع اسمعوا كلامي، اقعدوا على القهوه، اقعدوا جنب العيال، خدوها تتبسطوا. ايوه، احنا في انتظارك. احنا عايزين عايزين هاتوا لنا الاسبوع. شكرا جزيلا استاذه نيا دبلوم. شكرا جدا حلقتنا النهارده.